فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: كما روى أبو قزعة، قال المحقق في جميع النسخ أبو قزعة، والأصح أن اسمه قزعة بدون أبو. قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك عنه هؤلاء، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، وفي رواية مما يطولها، رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. نعم، وهذا من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صلاته الظهر، فإنه كان يطيل الأولى، يطيل الركعة الأولى، ينتظر الداخل صلى عليه، بحيث إن الرجل يذهب إلى البقيع وهو قريب من المسجد، لأن المدينة كانت في وقته صلى الله عليه وسلم محصورة في رقعة ضيقة، والبقيع خارجها قريب منها، فكان يخرج لقضاء حاجته ثم يعود ويتوضأ ثم يدرك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كان يطيل الركعة الأولى من الظهر لأجل انتظار الداخل، والله أعلم، ولأجل إكمال الصلاة، فهذا هو. وكان المتأخرون لا يعملون بهذه السنة، فكانوا يخففون صلاة الظهر عما كان صلى الله عليه وسلم يفعله. فلذلك لما سأل السائل أبا سعيد رضي الله عنه قال: لا خير لك في هذا، لأن هذه سنة لا يعمل بها، وكونك تعلمها ولا تعمل بها يكون في هذا حرج عليك. فهو قال هذا من باب التبكيت، قال له هذا من باب التبكيت والتوبيخ، لا من باب أن السنة لا خير فيها، وإنما لا خير في عمل الناس مع السنة.